بعد غياب قسري دام سنوات. عادت طائرة الإيرباص A320 التابعة للخطوط الجوية اليمنية لتهبط على مدرج مطار الريان الدولي بالمكلا وعلى متنها 149 مسافراً، مؤذنة بذلك استئناف نشاط الحركة الملاحية الجوية للمطار التي كانت قد جمدت منذ نحو 5 سنوات. اليوم هذا يوم تاريخي في حضرموت للأخوة المواطنين والمسافرين، والحقيقة توجنا أو دشنا في نفس الوقت أول رحلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية وبخط القاهرة الريان. إن شاء الله ستتواصل الرحلات وتتوافد علينا شركات الطيران. إعادة فتح أجواء مدينة المكلا أمام الرحلات الجوية المدنية مرة أخرى، وإن كانت بصورة جزئية كمرحلة أولى، إلا أنه وبمنظور عام شكل الحدث فارقا مهما للمسافرين، وفي المقدمة منهم كبار السن والمرضى. الرحلة والله وفرت علينا كثير، منعنا سفر بدي ما نخرج إلى سيون، نخرج إلى مطار المكلا إلى بلادنا وقريب من الوطن ومن أهلنا ومن الأصدقاء. نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي. وفي احتفالية رسمية أقامتها السلطات المحلية شدد على الأهمية الدلالية لتوقيت إعادة تشغيل المطار، مؤكدا أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع التحالف العربي لجعل أجواء المطار مفتوحة بصورة دائمة. أيها الإخوة، ومن الدلالات الهامة التي يتزامن مع إعادة تشغيل المطار إذ يأتي هذا الحدث بعد توقيع فترة قصيرة من توقيع اتفاق الرياض والذي وقع في 5 نوفمبر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ونعتبر إعادة تشغيل المطار أحد النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق. وكان مطار الريان والذي افتتح لأول مرة في 30ليات القرن الماضي كمطار للمناطق الشرقية من البلاد وقاعدة بريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قد تم إيقافه عن العمل عقب سيطرة مسلحي تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب على مناطق ساحل حضرموت في العام 2015. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.